السلام عليكم. أكدت ما صالح الحماية المدنية صبيحة اليوم السبت وصول عملية إخماد الحريقين واللذين شب على مستوى غابتين بكل من ولاية بازا والبويرة، وحسب ذات المصالح فقد شب حريق بغابة دوار الريش ببلدية بني مليك بولاية بازا، حيث أن عملية إخماده لا تزال متواصلة. كذلك على مستوى ولاية البويرة، عملية إخماد حريق غابة أولاد العلام ببني فودة بلدية القادرية لا تزال مستمرة. ودعا ناشطون على الفيسبوك من السلطات الوصية إلى ضرورة فتح تحقيق والكشف عن المتسببين في هذه الحرائق المهولة، خاصة وأنها اندلعت في وقت واحد وفي عدة ولايات جزائرية.